الانطلاقات المسائية الممتعة بمشاهدة هذه النوعيات التي تأتي بتسجيل التوقيت الزمنية المميزة، حيث يأتي التوقيت الزمني هو 5:45، حيث كان التوقيت سابقا الأسرع 5:52. اليوم يوم أيضا تحتيم التوقيت الزمنية، انطلق الشوط الرابع الخاص بالقعدان المهجنات التي تنطلق بشعارات أبناء القبائل والمتاهلة من السباقات الماضية لتشارك في أيضا مركز ساح الشط. انطلق هذا الشوط وفي المركز الأول يأتي هملول عبيد بن علي بن رشيد الكتبي متقدما على صدارة الشوط على المركز الأول، بينما المركز الثاني الواش سلطان بن خاتم بن محمد الشامسي، بينما المركز الثالث هذا هو حشيم عبد الله بن مطر بن حاد الكتبي، والمركز الرابع وصل أيضا شاهين سعيد بن غانم بن يريو المنصوري يتقدم في المركز الرابع. بدأت التدخلات خامسا، هناك أيضا من علي بن خميس الشبلي يتقدم من أحد أبناء السلطنة يأتي بانطلاقة هذا الاسم خلال هذه اللحظات وخلال أيضا هذه التحديات. تدخلات أيضا سريعة من بطاش فيصل بن راشد بن سعيد النعيمي يتقدم في هذه اللحظات وخلال أيضا هذا الانطلاق المميز. تدخل أيضا عقيب مايد بن مسلط بن شعيفان السبيعي يتقدم مع وجود عقيب ووصول خطير في المركز الثامن في هذه اللحظات. هذا هو قازي حمد بن مطر بن عمير الشامسي يتقدم في هذه اللحظات. تاسعا المتحد مبارك بن محمد بن مبارك بن سعيد المنصوري، بينما عاشرا راهي محمد بن احمد بن سويلم العامري يتواجد في المركز العاشر. هذه النتيجة للعشر المراكز الاولى، ندانا الاول في هذا الانطلاق في هذه السرعة الفائقة التي تاتي ايضا تلقائية في هذا المركز في مركز صيح الشط ميدان السوحان. ميدان السوحان الفكرة النيرة والناجحة التي أتى بها سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان لتكون فكرة ناجحة في هذا الموسم جديد. سوحان جديد هذا الموسم بالانطلاق الرائع والمثير، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة. شاهين على المركز الأول، شاهين علي بن خميس بن حميد الشبلي يتقدم على صدارة هذا الشوط، بينما الواش سلطان بن خاتم بن محمد الشامسي غير النتيجة، غير النتيجة. بدأ أيضا باختطافه لمقدمة هذا الشوط في هذا الانطلاق، بينما أيضا الشبلي يأتي بمحاولاته من خلال هذا الانطلاق، من خلال هذا الإبداع. شاهين شاهين علي بن خميس بن حميد الشبلي يتقدم في هذه اللحظات من خلال هذا الانطلاق. المركز الثالث شاهين سعيد بن غانم بن يريو المنصوري ياتي ايضا في المركز الثالث. المركز الرابع عجيب 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 قادم، يا سلام هذا عجيب. مايد بن مسلط بن شعيفان السبيعي يتقدم في هذه اللحظات، ركض عجيب اداء عجيب انطلاقه مميز. خذ ايضا المركز الرابع قادم من المملكة العربية السعودية ليشارك في مركز صيح الشط في ميدان التراث، في ميدان التراث. الكيلو متر الاخير، الكيلو متر الاخير، لا تحريك الالي بل تحريك سماعة حركي، وايضا اطلق الصوت عبر السماعة للانطلاق نحو الناموس. ولكن الواش 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 ما زال على المركز الاول. سلطان بن خاتم بن محمد الشامسي يتقدم على صدارة الشوط، شاهين في المركز الثاني، بني ريو بني ريو سعيد بن غانم بن ريو المنصوري وعجيب. وصل عجيب في المركز الثالث، منافسة ثلاثية خطرة. مايد بن مسلط بن شعيفان السبيعي على المركز الثالث، بن خاتم الشامسي بني ريو المنصوري بن مسلط السبيعي. الشوط خطير، ثلاثي قوي، ثلاثي قوي. لمن ناموس هذا الشوط؟ والله ان الناموس محتار لاختيار احد من هذه القعدان، ولكن السبوق مهما كانت المنافسة تظل سبوق. الله 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 الواش 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 الواش
على مقدمات هذا الشوط. المركز الأول سلطان بن خاتم بن محمد الشامسي يأتي على المقدمة. المركز الثاني بنيريو، بنيريو 300 متر الأخيرة منافسة قوية. بنيريو قادم، بن خاتم مسيطر على مقدمة هذا الشوط. هو الواش، هو الواش على المقدمة. الواش، سلالة الواش يأتي على المركز الأول. سلطان بن خاتم بن محمد الشامسي على مقدمة هذا الشوط. أبناء زاخر، أبناء زاخر مع الواش، مع الواش، مع الانتصار، مع الفوز والناموس في شوط القعدان، رابع أشواط مساء هذا اليوم. الواش سلطان بن خاتم بن محمد الشامسي. المركز الثاني شاهين سعيد بن غانم بريرة والمنصوري. ثالثا عقيب مايد بن مصر بن شحيفان السبيعي. رابعا كان أيضا لعلي بن خميس السبلي. وخامسا لحمد بن مطر بن عميره الشامسي. ما شاء الله، تحدي، إدارة، انطلاق، إبداع. الواش، الواش، الواش هو بطل القعدان في هذا الانطلاق. سلطان بن خاتم بن محمد الشامسي حيث قدم هذه الإدارة الذاتية التلقائية. ما شاء الله، تابعوا هذه التواقيت الزمنية، هذه التحديات الكبيرة. إبداع أيضا في مساء هذا اليوم ضمن مركز ساح الشط الذي أتى بهذه الفكرة النيرة والتي أرضت جميع ملاك الهجن، حيث سجل الواش توقيت زمني مقداره 5:56 وثلاثة أجزاء من الثانية. هو التوقيت الزمني. المركز الثاني كان شاهين لسعيد بن غانم بن يريو المنصوري، حيث أتى أيضا بتوقيت زمني مقدار مشاهدين الأعزاء 5:57 وخمسة أجزاء من الثانية. المركز الثالث كان عقيب مايد بن مصر بن شعيفان السبيعي، حيث سجل أيضا توقيت زمني مقداره أيضا 5:59 وفاء وتماما وكمالا.